يهربون من الموت إلى الموت، هكذا يبدو حال المواطنين في مدينة الحديدة المكتئبة منذ أكثر من عامين في ظل سلطة حرب لا تأبه لأي شيء. هنا شواهد كثيرة على واقع الحال الذي وصلت إليه المدينة بسبب الحرب، حيث تكابد المحافظة مأساة الجوع والمرض والفقر، الأمر الذي تسبب في تدهور الوضع الإنساني المتفاقم أصلاً أكثر من أي وقت مضى. ومع حلول الصيف الذي حمل معه ارتفاعا في درجات الحرارة والرطوبة، أضيف عبء آخر لحياة المواطنين هناك. زاد من ذلك انعدام التيار الكهربائي واستمرار الإهمال الذي تتعرض له المدينة الساحلية، معاناة لم تتوقف نتيجة تغييبها لنمط الحياة المعتاد، بل تجاوزت ذلك إلى ما هو أبعد. والأبعد هنا هو ما تحمله هذه المأساة من فتك لحياة العديد من المصابين بأمراض خطيرة كمرضى الفشل الكلوي وغيرهم، بعد أن توقفت إمدادات الوقود إلى محطات توليد الكهرباء، وهو ما ينذر بالأسوأ. وفي محاولة للتخفيف من المعاناة التي تعيشها الحديدة، وافقت الحكومة على خطة أممية تهدف لإبقاء ميناء الحديدة الذي تسيطر عليه الميليشيا بعيدا عن القتال، في وقت دعت فيه لاستئناف دفع رواتب موظفي الحكومة المتوقفة منذ نحو 9 أشهر. ويستقبل ميناء الحديدة الذي يعد نقطة حيوية لنقل المساعدات نحو 80% من واردات الغذاء، الأمر الذي قد يفاقم من وضع السكان إذا ما حدثت مواجهات قد يترتب عليها توقف عمل الميناء. وبالنظر إلى واقع المأساة التي تنهش جسد المدينة، تبدو مؤشرة الوصول إلى حلول تنقذ حياة المواطنين هناك غائبة، في مشهد يكرس حالة التجاهل الذي تعيشه المحافظة من سلطتي الحكومة والميليشيا معاً.